انتوا احسن حاجة تدفعوا اللي تقدروا عليه وتكتبوا شيك امانة للكنيسة ان فيما بعد يبقى متجوز شكوك. لما القسيس يكون مستريح من الناحية دي يصلي من اجل العروسين ان حياتهم الزوجية تمشي مظبوطة. لو دققتوا عليه من عارف في سره بيقول ايه. هي فلوس الاكليل ده على العريس ولا العروسة؟ ها؟ على العريس. نعم؟ الخطوبة على ابو العروسة ولا ولم أرض؟ احنا ما عندناش خبرة في الموضوع ده. انه فقد الحذاء في الكنيسة. لما تيجي تتناول تعالى بأقدم جزمة عندك. ونرجو ان تكون هناك شاشة على الجانب، بس لو اتحط على الجانب يبقى انتوا هتبصوا كده ومش هتورونا وشكم، وانا عايز اشوف وشكم. ما تعملوش زي اللي في خوري في الشرق الاوسط، وقف قال للناس ايش ده اللي بيحصل وسطيكو ان بعضكو بيسب الدين لبعضكو. ما يجوز هذا الكلام. شوفوا ثلاثة بالله العظيم اللي فيكو يسب دين اخوه انا هسب له دين ابوه. الراجل بيعاقبهم عقوبة كنسية. قديس مرة من المرات كان نازل للمدينة ومرت قصاده امرأة جميلة جدا متزينة كده ويعني عاملة في نفسها حاجات، فلما بصلها قال ليس فيا من الحماس لإرضاء الله مثل ما في هذه المرأة من العمل لإرضاء الناس. يعني يا ريتني أفكر إزاي أرضي ربنا زي ما المرأة دي بتفكر ترضي اللي بيشوفوها بزينتها بملابسها بجمالها بشكلها. بس أنت لما تشوف امرأة من النوع ده ما تقعدش تبص وتتأمل، خليك في حالك. وما تقولش خدنا الحكاية دي في موضوع التأمل. لم يحذفوا سفر النشيد إلا النشيد، والكلام اللي موجود فيه ليس دليلا على عاطفة جسدية بالرجل وامرأة. لا، في امرأة تقبل على نفسها ان اللي بيحبها يقول حبيبتي زي فرس في مركبات فرعون. ده لو فرس كانت ترفصه. او يقول عليها انها مرهبة مثل جيش بألوية. ألوية جمع لواء، يعني كذا لواء. واحد بيحب واحدة يقول دي مرهبة مثل جيش بألوية، يقول الكلام ده على حماته معلش لكن ما يقولهاش. ما يقولهاش على واحدة بيحبها. ما يصحش ان الكاهن يخش بالموبايل فون جوه الكنيسة اثناء القداس، يسيبه في البيت.
وممكن يقف يقول يا الله العظيم الابدي عن انسنك يا رب اللي برد على التليفون واجي لك بعد شوي. واحد بيقول ماذا افعل في النسيان دائما فيه على طول؟ في الكنيسة اسمع القداس واسمع الوعظة في الكنيسة واحفظ، ومتى اخرج من الباب انسى كل شيء ولا افتكر حاجة. حاولت احفظ ترانيم اقول مرة واثنين وبعدها انسى، ماذا افعل؟ ما انا خايف اقول لك الاجابة تنسى. واحد بيقول نشكر الله على سلامة عودتكم ورجاء ان تنصح زوجتي بعدم سرقة المصروف من جيبي. ونصيحة ليك تاني، ما تسيبش جيبك فيه فلوس. على رأي واحد، سأل واحد كان عنده عزوة ومشغل فيها كاتب للعزوة يعني مدير ليها، كان أمين أوي، فقال له اشمعنى يعني اخترت هذا الصنف؟ قال له لأنه أمين. قال له طب والصنف الثاني من الناس؟ قال له لا بياكل. قال له طيب يعني اللي انت اخترته ده عمره ما يسرق؟ قال له ان سرق يأذى، لكن التاني يلحق له. فانت لو خدت من جد زوجك أذى. وهو بيقول صاحب دي بيقول الايام صعبة وانا خايف على اخرتها. انت خايف على اخرتها ولا خايف على الفلوس؟ طيب خصوصا نحن في سن الخمسين، امال اللي ساب السبعين يعمل ايه؟ ده انت بشرتك صالحة، ونطلب الاخرة الصالحة. عشان تطلب الاخرة الصالحة علق ورقة في جيبك تكتب فيها لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، وعلق ورقة تانية في جيبك محبة المال أصل لكل الشرور، وعلق ورقة تالتة في جيبك قول فيها أنا شايفك وأنت بتاخد. واحد برضه بيقول في وجود فارق سن، فارق سن بينه وبين خطيبته، والأسقف مرة وافق ومرة ما وافقش، يعني الفرق كبير قوي. ده بيقول الفرق 20 سنة، يعني دي تعتبر من عيالك حوالي 23. طب وهي موافقة وقالت موافقة؟ فاهم هي موافقة وقالت موافقة؟ وصحته كويسة؟ مش زي الناس اللي يقولوا عايزين موهبة ألسن علشان يفتخروا
لان ألسن وما فيش حد بيستفيد منه. يعني ايه واحد يقعد وسط الناس كده ويقول لهم تيري بنتيتو تيري بنتاتا؟ ملهاش معنى. واحد بيقول والدي كان بيقول لنا دايما سيكون لكم ضيق ومتاعب ومشاكل في العالم كما في الانجيل. سافرت فرنسا لمدة 3 سنوات فلم اجد هناك ضيقات ولا متاعب ولا مشاكل كما نحن الاقباط في بلد. هل كان لا الضيق لسه هيجي لك ان شاء الله يعني. مش معقول والدك هيكذب عليكوا يا ابني، انت ما تشك في والدك مش كويس. واحد بيقول انا طالب واخذ مصروفي من والدي، فهل يمكن لي دفع العشور من المال الذي املكه؟ ده الشحات يدفع عشر الفلوس اللي بيجي له من الشحات، واخدين بالكم؟ يعني لو واحد شحات جاله 10 يورو يدفع يدفع يورو واحد. عارفين الشعب بتاعنا محب لكن في نفس الوقت غيار، يعني لازم يقلدوا بعض. يعني فاكر مرة رحت الدير، دخلت الدير كانوا 10 اتوبيسات ساعتها جايين في 400 تقريبا، انا دخلت ومش واخد بالي ان في الاتوبيسات، فجم الكل يسلموا، سلمت على الكل. بعد شوية ابونا بتاع القربان لقاني فجي يديني قربان. يا سيدنا اديني قربان. ابتديت ادي مرة تاني للكل. خلصت من دول واحد قال لي صلي لي على راسي، قلت له يا اخي خليك راسي ما ديك شايف الناس. لا معلش 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 معلش. طيب حطيت ايدي على راسه لقيت 400 راس قصادي. طب اعمل ايه يا رب؟ انا نفسي ابتديت ادوخ. وبعدين بعد ما خلصت دي واحد قال لي تسمح تمديني على الانجيل؟ يا اخي وقته ده ارجوك مش وقته. ولذلك بقول اللي ليه طلبه خاصه ما يقولهاش وسط الزحام. فعشان امضي على الانجيل اللي معاه انجيل طلعه، واللي معاه اجبيه طلعه، واللي معاه صوره طلعها، واللي عنده في جيبه 20 صوره هيوزعها على فصل مدارس الاحد طلعهم. لقيت نفسي مش قادر والكل عايز كده، واللي ما لقاش صوره جاب لي ورقه بيضه. قلت له يا ابني هحط لك على ورقه بيضة تكتب عليها التنازل على الكاتدرائيه ولا حاجه. مش معقول. كله صدقوني لم اخرج من الزياره دي الا وكنت دخلت. ما تفتكروش الحكايه سهله، تفتكروش الايه الحكايه سهله. الناس افتكروا ان انا لما هبقى بترك هبطل الضحك، فبصراحة ما عرفت. تكملة السؤال، أي الأربعة أحب إلى نفسك؟ أحبهم إلى نفس الراهب أنطونيوس السوريني. لأن الوجود طول الوقت مع الله يختلف تماما عن إنسان يعيش مع الناس ويعطي لله جزءا من وقته غير كل الوقت. ولو ان بالنسبة للراهب محبته لله محبة لله في ذاته، وبالنسبة للأسقف او البطرك بيحب ربنا عن طريق محبته لشعبه ومخلوقاته واولاده. شكرا على هذه الإجابة الرائعة. واحد بيقول انا صعيدي وبلديات. يعني من جرابات.
بيقول انا صعيدي وبلديات قدسك وجاي مصر علشان عندي سؤال، وهو هل في القيامة اثناء الدينونة هنقوم صعيدة زي ما احنا ولا لا؟ في الدينونة الدينونة مش هتقوم صعيدي، ربنا هيكون صلحك على الاخر وتقوم كملائكة الله في السماء، وتقوم ايه كملائكة الله في السماء، والكل هيبقوا لغة واحدة وروح واحدة. واحدة بتقول شخص اتعرفت عليه في مصيف وفي جلسة قال لي انا معجب بيكي، ومن ساعتها بيتصل بيا بالتليفون ويحاول يقابلني ويكلمني، فهل غرض التسلية ام الارتباط السليم؟ على علم انني لم اخرج معه الا مرة واحدة، فهل كلمة معجب كثيرا ما يقولوها الشباب ام صادق في كلام؟ اول حاجة عايز اقولها لك، ازاي بتصطحبي مع ناس في المصيف، وازاي في المصيف تقعدي مع واحد ويكلمك ويصل الكلام الى الوضع بتاع الاعجاب، يعني كده بسهولة انت اي واحد يقابلك في المصيف تقعدي معاه والمكالمة تتطور الى الاعجاب. وبعدين ومن ساعتها يتصل بيه بالتليفون، طبعا التليفون انت اللي اديتيه تليفونك، فواحد تقابليه في المصيف تاخدي عليه وياخد عليك وتديله نمرة التليفون ويتصل بيك ويحاول يقابلني ويكلمني. وبعدين خرجت معه مرة واحدة وخرجت معه بأي صفة؟ شوفي يا بنتي، انتي ارتكبتي عدة خطايا مع بعض مع بعض، وطبعا ما قلت ليش لما خرجتوا مع بعض اتكلمتوا عن ايه؟ يعني مش معقول قعدتوا سوا تتكلموا عن هل الشاروبيم اعظم ام السرافيم؟ من رأيي انك تبطل الحكاية دي، تبطل الحكاية دي، ولو قدرتوا تغيروا نمرة التليفون يبقى كويس. وطبعا اتكلمت في التليفون من وراء ابوك وامك وهو بيكلمك في التليفون، تقولي له ازيك يا فلانة، مش ممكن هتناديله باسم راجل والا ابوك هيمسكك. يا بنت انت ماشية في سكة خطرة وبتلعبي بالنار، ماشية في سكة خطرة وبتلعبي بالنار. واوعي تفتكر واحد هيجوز واحدة عن طريق المصيف او عن طريق التليفونات او عن طريق الخروج معاها، لا مستحيل. كنا انه بيلعب معاكي، هو ده اللي حاصل، هو في الاول يلعب معاكي وبعدين يلعب عليكي وبعدين ما تلاقيش روحك فاعقلي واتقلي. وكان ليا نفسي اسال سؤال تاني، انا مش عارف الحكايه ماشيه معانا. لما انت رحت على المصيف والواد قعد معاكي واتكلمك على الاعجاب بيك، كنت رحت مع عيلتك ولا رحت لوحدك، ولا رحت في رحله تبع الكليه ولا في رحله تبع الكنيسه؟ ومين اللي كان مشرف على الرحلة دي؟ خلي بالكو من عيالكو، اديكو شفتوا بيجروا ايه للبنات. اللي عايز يروح لخلوة ما يروحش مع رحلة، يروح لوحده. واديكو شفتوا ازاي دير انبا انطونيوس اعلن ان مفيش رحلات للدير، لان احيانا
انا رحت بنفسي زيارة مرة للدير من قيمة شهرين او ثلاثة مش فاكر، لقيت 20 اتوبيس، 20 اتوبيس في ما بين 40 و50، يعني ما بين 800 الى 1000، دول جوه الدير الى جوار العربات الخاصة اللي بتاخد 4 5 6. ده ايه ده؟ ده الدير بقى بلو. انا مش عارف بلو يعني ايه بالفكر. لكن بسمعها كده. يعني بقى هيصة. فازاي الناس عايزين يزوروا الدير ويجعلون الدير يفقد هدوءه ويفقد سكونه، والرهبان لا يستطيعون ان يحيوا حياة خاصة بيهم كرهبان وسط الهيصة دي. ده في كلمة موجودة في بستان الرهبان يقول اذا جلست لتأكل وسط الناس فلا ترفع نظرك لترى هم بيأكلوا ايه. مش واحدة ست تدعو ناس لعزوم وهم قاعدين، انت ما اكلتش من السنفرة؟ لا ما اكلتش من. قال لها طب وايه اللي عرفك؟ هي قاعدة تعد عليه اللقم. زي واحد دعا انسان لعزومة وبعدين قال له كل من اللحم، قال له انا اكلت، قال له كل تاني، قال له انا اكلت حتتين، قال له لا اكلت ثلاثة بس كل. بس الراجل بيعدله. انت اذا قعدت وسط الناس مالكش دعوة بيعملوا ايه. واحنا علاقتنا بشعبنا علاقة طيبة جدا وفوق الطيبة بشوية، ويحصلش ان في اي خلاف بينا. زي مثلا يقول لك في انشقاق في الكنيسة، ليه؟ لان مش عارف في 5 رهبان عايزين يشتروا كنيسة. ايه 5 رهبان؟ لا عندنا الاف الكهنة والرهبان، الخمسة دول يعني هيعملوا انشقاق في الكنيسة؟ تعوزني بهذه المناسبة قصة قرأتها. بيقولوا ايه؟ زعموا ان نملة تمشت فوق منارة احدى الكاتدرائيات الكبيرة، ثم قالت النملة للكاتدرائية انا اسفة ان انا تقلت عليك. أرجو أن يتسع صدركم طبعا كما عودتمونا دائما على بعض الأسئلة، فهي أفكار قد تدور في ذهن البعض وبعضها تكون خاطئ، لكن لابد أن نطرحها حتى نصحح للأذهان معكم. سؤال من أيمن ماهر. نعم، من أين؟ أيمن ماهر. أيمن بيقول أيمن ما سبب لباسكم الأسود وهل ذلك حزنا على دخول الإسلام إلى مصر؟ بعض الشباب المضلل، واعتقد ان منهم الاخ ايمن ماهر اللي بيقول ذلك، انا قريت سؤاله، بيضللوهم بيقولوا لهم هذا الكلام، ولابد ان نسمع هذه الكلمه واضحه وجليه من قداسه الرب، فاعذروني ان كنت قد سالت هذا السؤال للايضاح. السؤال بيقول هل ملابسنا السوداء حزنا على دخول الاسلام الى مصر؟ الجواب هو ان هذه الملابس السوداء نلبسها منذ القرون الاولى قبل ان يدخل الاسلام الى مصر بقرون عديدة، لأول نقطة. ثانيا، الملابس السوداء يلبسها المسيح رجال الدين من المسيحيين في غير مصر وفي غير الشرق، يعني بيلبسوا الملابس السوداء دي كملابس دينية تحمل معنى الوقار، لأن ساعات الملابس الملونة ما تليقش برجل الدين يلبس أزرق وأحمر وأصفر وحاجات تانية من النوع ده، فبيكون اللبس الأسود فيه وقار.
فأولا ده من زمان، من القرون الأولى والمسيحيون يلبسون ملابس سوداء. ثانيا هذه الملابس توجد في بلاد الغرب أيضا، وفي بلاد لا يوجد فيها خوف من ناحية الإسلام عن بلاد غالبيتهم المسيحيين، بل بعض الرهبنات أيضا تلبس الملابس السوداء برا، لدرجة أن في الكنيسة الكاثوليكية في رئيس الرهبنة عم أظن بتاع الفرير أو حاجات زي دي كلهم بيلبسوا أسود، بيسموه البابا الأسود لأنه رئيس لعشرات الآلاف من الرهبان كلهم يلبسون السواد. نمرة ثلاثة، أيضا اللبس الأسود لبس أساتذة الجامعة، يعني الروب الأسود بيلبسوا أساتذة الجامعة. واحنا بنناقش الدكتوراه بيلبسوا. نعم، واحنا بنناقش الرسائل بنلبسوا. فما بيناقشوا الرسائل يعني رسائل ماجستير او دكتوراه بيكون لابسين الروب، والروب مش ده حزنا على الدكتوراه ولا حاجه. لا انا اسف، مش حزن على ان الطالب ده هيبقى منافس ليهم لما ياخد الدكتوراه. لا طبعا، ده هم بيهنوه ان واحد من اولادهم قد نضج الى المستوى اللي بياخد فيه الدكتوراه. بالاضافة الى هذا، كان زمان معرفش الحكاية دي بتبقى موجودة ولا لا، كان لما يبقى فيه فرح الراجل بيلبس بدلة ريدينجوت او سموكينج بتبقى لونها اسود، والعروسة بتلبس ابيض بيبقوا بلاك اند وايت يعني. فهل هو في يوم فرحه بيلبس الاسود حزنا او حدادا؟ طبعا لا، دي يمكن تطلع صح دي يا سيدنا. نعم. نقصد خوفا مما سيحدث فيما بعد يعني. فالمسألة ليست في كل حين نقول ان اللبس الاسود هو لبس حداد، ممكن نقوله لبس وقار، ممكن نقوله انه لبس رسمي، ممكن هيئات خارج رجال الدين تماما تكون بتلبس هذا اللبس. فيعني مجرد محاولة استنتاج لا يتمشى مع الحقيقة إطلاقا. واحد بيقول أنا لا أحاول أن أتعرف على زميلاتي بالكلية، وإنما أقول إذا أتت الفرصة التي تفرض علي ذلك، بينما أحاول التعرف على الشبان من جنسي فيتهمني البعض بالانطواء والخطأ مع أنني لست منطوي. اللي بيتهمك قل له هو ابن طايل مش لاقي حد يكلمني، هتعمل ايه؟ يعني انت هتروح تجر شكلهم؟ هتروح للبنات تقول لهم عايز اتكلم معاكم؟ خليك كده، اذا بنت جات اتحننت عليك وكلمت. او اذا كنت بتكلم اولاد بس، لا انا مش هقول لك طريقه اتكلم بيها البنات احسن توقعنا في اشكال. لا يا عم. سيبها لربنا. بعض منكم بيقول ان احنا جايين من الصعيد ويا ريت تسلم علينا واحد واحد. الموجودين في الكنيسة يمكن دلوقتي حوالي 3000 يمكن، فدي عايزة بقى ان انا اخد يوم اجازة متفرغ ويقول احنا من الصعيد. انا صعيد زيكم بس يعني وبتتبع اخباركم يوم بيوم بتجيني وبضحك عليها وبنبسط بيها. اشهر ناس في مصر هم الصعيدة بصراحة. لا
عايز اقول لكم حاجة بسيطة بمناسبة الصعيدة، يعني مش نكتة، كلام جد. كل اهل مصر الاصليين، كل اهل مصر الاصليين كلهم كانوا صعيدة. ليه بقى؟ اي واحد درس جغرافيا بيعرف ان نهر النيل ينبع من الجنوب، والمياه بتيجي من الجنوب للشمال وبترمي الطمل يمين وشمال، فبتتكون الاراضي اللي سكنها الناس. فكانوا كلهم في الجنوب في الاراضي التي كونتها مياه النهر والطمي على الجانبين، وكل ما نهر النيل كان بيزحف للشمال كانت بتزحف الاراضي. فكلهم كانوا موجودين في الجنوب وطلعوا للشمال، والدلتا ما كانتش موجودة كأراضي زراعية في القديم ولا كأرض حتى، دي كانت زي خليج موجود كله مية. فلما ابتدت الطمي يترمي فيها شوية بشوية بدأت تتكون أراضي زراعية في الدلتا مش مرة واحدة، ولغاية دلوقتي ما كملتش كلها. لا يزال شمال الدلتا عبارة عن بحيرات، فيه بحيرة المنزلة وبحيرة البرولس وبحيرة مريوط، ولسه لم تردم بعد ولن تردم لأن ما فيش طمي دلوقتي زي زمان، وإن كانوا بيمهدوا بعض جهات إنها تبقى شوارع. لكن كلهم كانوا في الجنوب، كلهم كانوا في الجنوب وزحفوا الى الشمال. المصري الاصيل لابد كان جاي من الجنوب لازم، ان ما كانش جدوده صعيدة يبقى جدود جدوده، ان ما كانش جدود جدوده صعيدة يبقى جدود جدود جدوده، ان ما كانش دول صعيدة يبقى جدود 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 جدوده، لابد هيوصل ان اصله كان كده. دي زي قصة، هي مش قصة فكاهية، هي قصة حقيقية موجودة في بستان الرهبان. بيقولوا ان في راجل مراته توفت وتركت له طفل صغير بتاع كذا سنة، فاخده معاه وراحت رهبن، والطفل اتربى معاه في الدير. فضل الطفل ده لغاية لما بقى شاب، وبعدين ابوه الراهب هما بقى رهب نزل للريف لحاجة يعني غرض من الاغراض. فالواد في حاجات كتيرة ما شافهاش، فبقى يسأله يقول له ايه ده يا بابا؟ يقول له ده حصان. طب ايه ده يا بابا؟ يقول له جاموسة. يقول له ايه ده؟ يقول وبعدين شاف امرأة، فقال له ايه ده يا بابا؟ قال له ده الشيطان. معلش متزعلوش، ده هم قالوا كده. وبعدين رجعوا الدير، فابوه قال له، سأله قال له في الرحلة بتاعتنا ايه اللي عجبك؟ قال له الشيطان. فاحنا مش عايزين هذه المشاعر تبقى موجودة، مش عايزين المشاعر تبقى موجودة. دايما الناس يعني بتوجد حساسية من هذا المنع. يعني لو كانت مثلا المرأة متغطية خالص خالص حتى وشها متغطي، يمكن اي راجل يمشي يقول يا ترى ايه اللي تحت الغطا ده. لكن اذا كان وشها مكشوف ما بيبص، ما جراش حاجة، ما جراش حاجة. واحد بيبعت لي سؤال عجيب شوي، بيقول ان هو شاب في 29 من عمره، حاصل على بكالوريوس زراعة عام 87، وسافر للخارج ورجع وكل امنيته انه يكون ممثل، عايز يبقى ممثل. هو متخرج من كلية الزراعة
طبعا عادل امام متخرج من كلية الزراعة. فيظهر ان ده مثله الاعلى. وبيقول ان هو ما دخلش المعهد بتاع التمثيل ومش عارف ازاي يكمل رغبته وهيلف على المخرجين ولا حاجة. معرفش هل ما يقبلوكش في السن دي في المعهد ولا. بيقول بقيت عجوز، عجوز في 29 يا ابني، ما اللي احنا نقول على نفسنا ايه يعني، كبر على سن دخول المعهد. هقول لك على حاجة كويسة، في عندنا هنا حاجة بنسميها المسرح القبطي، وفي روايات دينية بتتعمل، وبعضها من أبروشية حلوان، وبعضها من أبروشية الدقهلية، وبعضها من أبروشية شبرا الخيمة، يعني بيعملوا حاجات كتيرة. فأنت لو يكون عندك مواهب ويقبلوك تشتغل معاهم جرب حظك، إذا كان عندك مواهب يعني كويسة. وطبعا اللي بيعملوا الحاجات دي في مخرجين مسيحيين مشهورين بيشرفوا على هذه الروايات ويقدروا يشوفوا إن عندك الموهبة الفنية ولا لا. واحد بيقول لماذا خلق الله الحيوان قبل الإنسان؟ ليس هذا ميزة للحيوان، إنما خلق الله الحيوان قبل الإنسان لكي يكون الحيوان في خدمة الإنسان، لكي يكون الحيوان في خدمة الإنسان. أوعى النساء فيك ويقولوا نطبق دي على إن ربنا خلق آدم قبل حواء عشان يبقى في خدمتها لما. لا طبعا. هو طبعا كان في خدمتها ان قدم لها ضلع من ضلوعه، يعني دي اكبر خدمة، وإلا هي يعني كانت هتيجي ازاي لولا التضحية الرجولة والشهامة من آدم. قال لها ياخد من عندي ويديك. واحدة بيقول ان عندها شهوة الاكل، بتقول تمتلكني لدرجة اني مهما اكون شبعانة واشوف طعام اروح واكل من تاني. الحمد لله ان الكاتدرائية ما فيهاش اكل. بس اوعي اوعي تاكل دراع اللي قاعده جنبك تبقى حكايه. بتقول وممكن اقطع صيام الانقطاعي ايضا، فارجو من قداستكم ارشادي ماذا افعل. شوفي لو استمريتي في الاكل كده هتتخني تتخني تتخني لدرجة ان شكلك يبقى غير مقبول. فانت ان ما كانش حرصا على الطعام حرصا على شكلك ابعدي عن الاكل. تاني حاجة لو جاتلك شهوة في الاكل خدي حاجة بسيطة وما تكمليش، يعني مش ضروري تاخدي الكمية كلها، خدي حاجة بسيطة وما تكمليش. مش قادر اقول لك تبعدي عن الاماكن اللي فيها طعام، مش معقول ما كل الاماكن فيها طعام. طب بتعملي ايه لما تمشي او تفوتي على السوبر ماركت ولا على مطعم ولا. ضبط النفس في الطعام امر مهم، لان كمان مش بس شكلك يتعب وانما صحتك تتعب، لان في كثرة الاكل
بتتعب المعدة والأمعاء وكل أجهزة المتعلقة بالهضم، تتعب المرارة اللي هي بتفرز لإذابة الدهون والحاجات دي، وتتعب الكبد وتتعب حاجات كثيرة خالص. وأصعب حاجة إن الواحد يأكل على طول فيبقى جسمه فيه طعام مهضوم وطعام ربع مهضوم وطعام نص مهضوم وطعام لسه يتهضم، وطعام في المحلات مرشح انه يتهضم عندك فيما بعد. انت بتتعب روحك، بتتعب روحك شكلا وبطنا وجوه وبره. محتاج انك تطفطني، يعني حطولك في الاكل حاجة مرة. انا مش عارف الاخت دي جت لنا منين. غالبية الموجودين في الاجتماع مش من النوع ده يعني. ربنا يستر يا بنتي، ربنا يستر. واحدة بتقول انا يا سيدنا انسة بشتغل محامية في الثلاثين من عمري، وواجه مشكلة في حياتي اني اعاني من ضعف السمع، جعلني ارتدي سماعة اذن، ولهذا السبب كان اي عريس يرفضني، ولهذا شعرت باحباط شديد في موضوع الزواج. هل يعني اني لا اصلح للزواج؟ ولما يجي لك اي عريس تقولي له انا انسانه بحب اسمع الكلام، فانا مركبه السماعه دي بالذات علشان اسمعك بعمق. واحده بتقول انا فتاه عمري 15 سنه وبحب الرب يسوع جدا، بس مش بحب اصلي. يعني بتحب ربنا مع ايقاف التنفيس. واحد بيقول لي يا سيدنا انا بحبك جدا وعايزك تصلي لي علشان نفسي اتجوز. بيقول لي انا بحبك وعايزك تصلي لي ان انا احب واحدة تانية، مش مكفيه محبتي جدا يعني، ومش لاقي بنت الحلال. يا ابني بنات الحلال كتير، ربنا يكون معاك. اوعوا كل واحدة منكم تعلق يافطها يافطة على وشهم وتقول انا بنت الحلال. مش انتوا برضو بنات الحلال؟ الحمد لله. بس الراجل ده بيقول لي انا ابنك فلان، مش هنقول طبعا، ارجو ان تسمع مني ثم تحكم الى اخر. انا هنا في مصر ومش مسافر الاسماعيلية دون ان اتحدث معك. اسمح بي بذلك ولو امكن اليوم. يا ابني انا بخرج من الاجتماع دايخ، اقعد معاك والا ما تسافرش. سافر بالسلامة واديك تارك لنا نمرة تليفونك نتصل بيك ونعرف حكايتك ايه. الناس بيهددوني. واحدة بتقول السلام يا سيدي، انا فتاة اسمي عبير من سوهاج،
حصلت على دبلوم وعندي 18 سنة وأريد الرهبنة، لكن الأديرة لا تقبل غير المؤهلات العادية، وكمان لا تقبل اسم عبير ده. غير اسمك أحسن، يعتبروك أسيرة داخل الأديرة. سؤال بيقول لي علي نذور كثيرة ولا أستطيع أن أدفعها، فهل يجوز دفعهم العشور؟ العشور حاجة والنذور حاجة. ثم ليه قعدت تندر تندر وانت عارف انك انت مش قادر توفي الندر؟ تعمل زي واحد وقع في البحر وهيغرق، فقال يا رب لو نجدني، اديتك كل اديك كل حسابي في البنك، يا رب لو نجدني اديك نصف ثمن الاراضي اللي عندي يا رب. وبعدين ربنا نجاه فطلع وقال له ولا عندي حساب في البنك ولا عندي اراضي، وفاكر ان ربنا مش عارف. واحد بيقول هل المقاعد الاماميه قدستك اللي يعني وقفتها للاجانب ولا الخدام هم اللي بيعملوا؟ هتقعدوا تنقروا اللي في الحتت الاماميه؟ يعني نفسك تطلع قدام بعدك؟ ما هو لو طلعت قدام ناس هيقروا عليك برضه يقولوا ليه ده قاعد قدام؟ هو البابا اللي قعده ولا الخدام؟ ونرجع المشكلة دي، خليكم متواضعين، خليكم متواضعين، أرجو مقابلتي، يقصد مقابلتي له يعني، أرجو مقابلة قداستكم حتى ولو لمدة 5 دقايق. أنا ما بقتش أصدق كلمة 5 دقايق دي، ما بتدخلش في مخي. واحد يقول لي عايزك في 5 دقايق ويقعد معايا 3 ساعات وانا اتكسف اقول له اتفضل امشي، وهو مبسوط ان انا بتكسف ويفضل قاعد قاعد قاعد. مره واحد جاني هو اصلا سوداني قال لي عايزك في 3 دقيقة. في ايه؟ في 3 دقيقة؟ ومش معقول 3 دقيقة. الواحد ده بيقول لي عايز مقابلتك لمدة 5 دقايق حتى ولو في نصف الليل، فاكر ان انا في نصف الليل فاضي للمقابلات. شوف يا ابني، عايز الميعاد لمقابلتي تيجي تقابلني امبارح ان شاء الله.